اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات فليشهد التاريخ خاتمة معهد لبيان منهج ديننا بثبات في شعبتي كنا كقلب واحد أخوات صدق أيما أخواتي كانت لنا أما رفيقة دربنا كانت ندى بعد الإله حياتي واليوم قد جاء الختام منبها أن السرور الحق في الجنات أن السرور الحق في الجنات اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات هذا الكتاب شفيعنا حتى إذا جئنا إلى رب العباد حفاة هذا الكتاب هداية من ربنا هذا كتاب منهج لحياتي والله لولا الله لم نكن اهتدي فالحمد لله العظيم الهادي فالحمد لله العظيم الهادي اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات وقلوبنا جاءت وكان دعاؤها يا ربي واختم عمرنا بثبات واقبل تلاوتنا فتلك عبادة أدخل عبادك عالي الجنات واجزي معلمنا بأحسن ما عمل ربي وعندك ضاعف الحسنات ربي وعندك ضاعف الحسنات اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات كنا نرتل آي ربي زمرة ولكم سهرنا ندرس الآيات.